السلام عليكم. موضوع انك تدمج صورتين مع بعض على الفوتوشوب محتاج يبقى عندك خلفية عن الادوات والتكنيك المستخدم في التعديل علشان تطلع معاك بشكل احتراف. وفي الفيديو ده معانا صورة لشخص متصورة بالنهار وخلفية متصورة بالليل، فازاي بقى نقدر نظبط الصورتين مع بعض ونعدل على الالوان والاضاءة؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تدعمني بلايك علشان ده اللي بيشجعني انزل لكم فيديوهات اكتر، ولو اول مرة بتشوفنا انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك اجدد الفيديوهات، ويلا بينا نبدأ الشرح. طيب اول حاجة هبدأ اني احدد الشخص بتاعي اللي موجود في الصورة. هجيب اداة البين تول وهبدأ كده احدد الشخص. نعمل زوم كده شوية، بعد كده هروح على سيليكشن وهعمل الفيزر بتاعي واحد وهضغط اوكي. بعد كده هبدأ اني احدد الاماكن الداخلية دي علشان ما تطلعش معايا في التحديد. هجيب برضو اداة البين تول وهبدأ احدد الاماكن دي كده بالشكل ده. عندنا في اماكن تحت برضو كده ممكن ان احنا نحددها معانا. نعمل زوم كده شوية، بعد كده هضغط على سيليكشن وهختار من هنا سبتراك فور سيليكشن وهضغط اوكي. بعد كده هعمل ماسك وهاجي على الماسك بتاعي وهضغط كليك يمين واختار سيليكت اند ماسك علشان ابدأ اظبط الحواف بتاعت الشعر شوية. هختار من هنا الفيو هجيبها اوفرلي علشان اقدر اشوف التحديد بتاعي، وبعد كده بالفرشة كده وابدأ امشي على حواف الشعر بتاع الشخص، وممكن نزود السموث شوية. بعد كده هنضغط اوكي، نعمل زوم كده. بعد كده هناخد الشخص وهنحطه في الخلفية بتاعتنا وهبدأ اظبطه كده في الخلفية. تمام، بعد كده هبدأ اني اظبط اضاءة الشخص مع اضاءة الخلفية. هنيجي على adjustment layer واختار من هنا levels، وبعد كده ابدأ اظبط اضاءة الشخص. نعمل زوم كده شوية، بعد كده هنعمل clipping علشان يطبق لي على صورة الشخص. تمام، بعد كده نبدأ نظبط كده اضاءة الشخص بالشكل ده. تمام، نعمل زوم نشوف قبل وبعد. الخطوة اللي بعد كده ان انا هبدأ برضو اظبط الالوان. هنيجي على adjustment layer واختار من هنا color balance، برضو هعمل clipping. نعمل زوم كده شوية وبعد كده ابدأ اظبط الالوان. بعد كده هنيجي على الشادو، هنيجي برضو على الهايلايتس. بعد كده هنيجي على الخلفية علشان نعمل تأثير عزل بسيط كده. هنيجي على الخلفية وهنروح على قائمة فلتر وهنختار بلور جاليري وهنختار من هنا تيلت شيفت. هاخد النقطة اللي في النص دي كده واسحبها احطها على الشخص، صغر حجمها الاول وبعد كده اخدها كده واسحبها احطها في المكان اللي واقف فيه الشخص بالشكل ده، وهزود البلور شوية خليه مثلا بنسبة 22. بعد كده هنضغط اوكي. بعد كده هنعمل الظل بتاع الشخص، نعمل زوم كده شوية، وبعد كده هعمل لير. هاجي على الخلفية بتاعتي وهعمل لير وهجيب الفرشة واختار من هنا اللون الاسود، نعمل زوم، وبعد كده هجيب الفرشة هنخلي شكلها زي ما هي كده بيضاوي بالشكل ده. ممكن نلفها او نتحكم فيها بالشكل ده. تمام، وبعد كده ابدأ الون كده تحت الكوتش ده. هنيجي هنا برضو كده. تمام، هنيجي برضو على الاماكن دي، عندنا المكان ده ممكن نلف الفرشة شوية كده او الاتجاه بتاعها يعني، وبعد كده ابدأ اعمل الظل كده بتاع الحاجة دي. وهاجي هنا برضو كده عند الكاوتش ده واظبط الفرشة، ممكن نجيبها شكل دائري، وبعد كده ابدأ ارسم تحتيها كده الظل. هنقلل الاوبست شوية، بعد كده هعمل لير تاني، نكبر كده حجم الفرشة وهختار برضو اللون الاسود، هرسم ظل هنا كده مثلا. لو عوزنا نمسح منه جزء هنجيب الاستيكة وبعد كده نبدأ نمسح الجزء ده كده. تمام، هنقلل الاوبست برضو. بعد كده هروح على فلتر واختار من هنا بلور واختار جاوسن بلور، نقلل الدرجة شوية كده
بعد كده هضغط اوكي. بعد كده هنعمل حاجة اسمها ريم لايت. الريم لايت دي هي الاضاءة والالوان اللي بتبقى على حواف الجسم او الحاجة اللي انت مصورها، الناتجة من الاضاءة والالوان اللي بتبقى موجودة في المكان كله. زي عندنا كده في الصورة هنلاقي ان الجنب اللي على يمين الشخص لونه اصفر كده، والجنب اللي على الشمال هنلاقي لونه ساينس كده. المفروض ان الاضاءة دي تبقى عاملة زي ريم لايت كده على حواف الشخص علشان تبان انها واقعية. طيب هنعمل الموضوع ده ازاي؟ هنيجي على اول حاجة فوق عندنا اللي هي color balance، وبعد كده هاجي على adjustment layer وهختار من هنا hue saturation، وبعد كده هعلم على colorize علشان يعمل لي طبقة لونية، وهعمل clipping. نعمل زوم كده شوية، وبعد كده هحاول اجيب درجة الاصفر اللي في الخلفية دي، نعلي saturation كده شوية، وبعد كده ابدأ امشي في hue لحد ما اوصل للدرجة بتاعتي. الشكل ده ممكن نشبع اللون شوية، تمام. بعد كده هاجي على اللايرز بتاعتي وهضغط هنا في المكان الفاضي ده دبل كليك، وهاجي على السلايدر اللي تحت ده علشان لو سحبته كده هلاحظ ان التأثير بتاعي جاي على الاماكن اللي فيها اضاءة بس، فانا هسحبه كده. وبعد كده هضغط على الالت علشان اعزل النقطتين دول عن بعض علشان يبقى في تدرج كده في الاضاءة بالشكل ده، وهسحب دي كده لحد ما اوصل للدرجة اللي انا عاوزها. بعد كده هضغط اوكي. بعد كده هاجي على الماسك ده وهضغط كنترول اي علشان يعكس لي الماسك، وبعد كده ابدا الون انا الحواف بتاعه الشخص. هجيب الفرشه برضو وهختار من هنا اللون الابيض، نعمل زوم كده شويه، وهجيب الفرشه خلي الفرشه دائريه، وبعد كده ابدا ارسم الريم لايت على الشخص. طبعا لو عوزت تمسح جزء او حاجه جت بالغلط هتضغط على حرف الاكس علشان تبدل بين الالوان وانت شغال. الاسود كده يعني هتمسح، والابيض كده يعني هتعمل التاثير بالشكل ده. نبدا نظبط او نعمل تاثير الريم لايت. نعمل زوم كده، وبعد كده نكبر حجم الفرشه، وهنيجي كده في المكان ده علشان نعمل تدرج كده في التأثير بتاعنا. اضغط كده نشوف كده قبل وبعد زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هنيجي برضو للون الازرق، المفروض ان هو بيرمي على الجزء ده، فاحنا برضو هنعمل نفس الخطوة. هنيجي على adjustment layer وهنختار hue saturation، وهعمل طبقة برضو colorize، نعمل zoom، وبعد كده هبدأ اني اجيبه ناحية الازرق كده. هاجي الهيو كده وهبدأ اجيبه ناحية الساينز، هنعمل كليبنج ونزود الساتوريشن كده لحد ما اوصل للدرجة بتاعت الازرق دي. بعد كده هنلغي دي، وهنيجي برضو في المكان الفاضي ده وهنضغط دبل كليك، وبرضو هنيجي على السلايدر اللي تحت ده واسحبه كده، وهضغط على الت علشان اعزلهم من بعض. بعد كده هضغط اوكي، وهاجي برضو على الماسك وهضغط كنترول اي، وابدأ الون الحواف دي. هجيب الفرشة واختار اللون الابيض، طيب. بعد ما خلصنا مرحلة الريم لايت هنيجي على اللير، وهعمل لير جديد وهخلي المود بتاعه خليه سكرين، وهجيب الفرشة وهضغط على Alt واختار نقطة لون تكون من اللون ده، وبعد كده اكبر حجم الفرشة كده، وهاجي هنا كده وهضغط ضغطة واحدة الشكل ده، واخلي الاوبستي على 20. ممكن نضغط على Ctrl T واقدر اكبر في الحجم بتاعه شوية كده الشكل ده. وبعد كده هعمل لير تاني وهجيب المود برضو اخليها سكرين، وهنختار درجة لون من الاصفر ده، وبعد كده نضغط هنا كده الشكل ده، واخلي الاوباسيتي على 20 برضو. بعد كده نعمل الاضاءة بتاعت الكشافات دي، هنيجي على اللير برضو هعمل لير جديدة، وهبدأ اجيب الفرشة ونجيب اللون الابيض، وهبدأ ارسم الاضاءة بتاعت الكشافات. بعد كده هضغط كنترول جي هعمل منه نسخة تانية، وهاجي على النسخة اللي تحت واخليها اوفرلي، وهاجي على النسخة اللي فوق وهروح على قائمة فلتر واختار من هنا بلور
واختار من هنا جاوسن بلور، خلي البلور مثلا على 19 بالشكل ده، ممكن نزوده شوية. بعد كده هنضغط اوكي، وهاجي على الطبقة اللي تحت ونقلل opacity شوية بالشكل ده، وهاجي على فوق برضو هقللها شوية كده، تمام. نعمل زوم. بعد كده هنعمل شكل للإضاءة الخارجة من الكشاف كده علشان تبان انها طبيعية. هنعمل layer جديدة، وبعد كده هنيجي بأداة البوليجونال لاس تول، وهبدأ احدد كده، وبعد كده هجيب الفرشة واخليها سوفت، وبعد كده ابدأ امشي كده باللون الابيض برضو، وبعد كده هضغط على كنترول دي علشان اخفي الماسك، وهروح على قائمة فلتر وهعمل بلور، جاوسن بلور، نزود الدرجة كده بالشكل ده. بعد كده هنضغط اوكي واخلي الاوباسيتي على 10. بعد كده هضغط على كنترول والت وشيفت وحرف الاي علشان يجمع لي كل اللي انا عملته ده في صورة واحدة. وبعد كده هروح على فلتر واختار كاميرا رو فلتر، وبعد كده هبدأ اظبط اضاءة والوان الصورة كلها مع بعض، واضيف التأثيرات والتون اللي انا عاوزه في الصورة علشان تطلع معايا في الاخر بالشكل ده.